انت فين؟ اصحي قدامي. يا سيد في ايه؟ انت كنت فين؟ كنت قاعده مع امي تحت. مالك بتزعق كده ليه؟ خير؟ بتزعق كده ليه؟ هيجي منين الخير؟ استنى بس، منها دواء يا اخويا. هي دلال عملت ايه؟ دلال مفيش دعوه. انت راس الحيه. قولي. تعالي هنا. تقدري تفهميني انت ازاي تروحي لست ما تعرفيهاش وتقفي تردحي لها وتقولي لها تبعد عني؟ اسميه ايه ده؟ هي سخنتك عليا الحربايه، صح؟ طيب دلوقتي انا اقول قدام الناس ايه؟ هيقولوا ان انا مش عارف اشكم مراتي؟ يا سيد انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ طيب افوت لك دي. انما انت دلوقتي ازاي تطلبي من بنتي انها تسافر من غير ما تاخد اذن مني؟ اسمي ده ايه؟ وايه يعني يا سيدة اما تسافر؟ ما كل البنات في سنها بيعملوا كده، انا نفسي كنت بعمل كده. انت نفسك ده ايه؟ وانت مين؟ انت عايزه تعملي نفسك زي بنتي؟ ابوس ايدك يا سيدة، ابوس ايدك، سيبها حرام عليك بقى. خلاص يا سيدة انا اسف، انا غلطانه مش هعمل كده تاني. في يا حاج الله ما تفهمها في ايه اللي بيحصل؟ انت تخلص انا خالص، انت حسابك بعدين. قلت لي غلطانه وقصدك اعترفت اني غلطانه، وانا ما عنديش الغلط ده غير حل واحد. يلا انت لو كنت بتحبها ما كنتش عملت فيها العمله السودة دي. وبعدين بقى انت قاعده بتضحينها ولا ايه؟ يا بابا بابا عشان خاطري خش معاها. بابا ما تسيبهاش لوحدها. لا لا بلاش بلاش بلاش،